لانطلاقة الشوط التاسع على مسافة 2000 متر. فتحت البوابات على بركات الله للتنافس ليجمع جياد وأفراس المستورد عمر 3 سنوات فأكثر مجتمعة للتنافس على مساهمة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق 11 رأس تسعى لنيل مساهمة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق البالغة 130 ألف ريال لانطلاقة من الخارج مع لون ذا ستريت ينطلق مع ريو بارك أيضا من الداخل ودونا كونا في المركز الثالث ومتر لزم في المركز الرابع. التنافس في بدايته ما بين 11 رأس من جياد وفراس المستورد في أولى الأشواط الرئيسة في الحفل 27 لسباقات الفروسية السعودية مساهمة الشركة السعودية للصناعات الأساسية السابق وريو بارك في المقدمة من الداخل في المركز الأول لون ذا ستريت من الخارج بما دون كونا الآن من الداخل في المركز الثاني يتابع ماريو بارك مع لون ذا ستريت في الصدارة والمركز الأول محاولات للمرشح الآن في المركز الرابع فينغازو يبدأ التقدم الآن والبحث عن مسار الآن فيما لون ذا ستريت في الصدارة مع ريو بارك ودونا كونا يأتي من الخارج مع بريفت أوف ذا بريف من الخارج أيضا وفي سندو يحاول أيضا البحث عن مسار ودراسة تأتي أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام فيما التنفس والصراع يبدأ الآن في الاشتداد مشاهدينا الكرام بين ريو بارك ولون ذا ستريت وأيضا دونا كونا يبدأ الاستحثاث من عبد الله العوفي الآن لدونا كونا وأيضا سترادا في سندو يبدأ الاقتران المنعطف الأخير أكثر من رأس مع فينغازو الآن المرشح يبدأ التقدم الآن لانتزاع الصدارة والمركز الأول فينغازو للصدارة والمركز الأول في صراع ما بين جياد وفراس المستورد لنيل مساهمة الشركة السعودية للصناعات الأساسية السابق المرشح في الصدارة والمركز الأول فينغازو ابن دباوي لصدارة هذا الشوط مستوى ونتيجة فيما محاولات تأتي من ذا ستريت وأيضا دراسة إذا يقدم نفسه بشكل رائع في انتصار الثاني المتتالي. ألف ألف مبروك للمالك نادر فال عبد الله الهاجري. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهى تنافس جياد وأفراد.